السلام عليكم وليدي. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. شو سميتك ولدي؟ سميتي مهدي. شحال عندك من العام؟ عندي 16 عام. دابا نخليك ولدي، دابا غادي يجي طفل يوسف ديال مجلس الطفل، الله يهضر لك على القانون الداخلي، غادي يوريك بلاصتك والدراري صحابك. كدير اخويا؟ لاباس. لاباس. انا يوسف من مجلس الطفل ديال المركز. انا كنمثل الاطفال. كان شي مشكل ولا شي حاجه كتخص بالاطفال كنمشي نهضر مع الاداره. واش فهمتي؟ اه فهمت، شكرا. بالنسبه للقانون الداخلي، ما تخسرش امثالك الدوله وما تضاربش مع صحابك، واحترم المربي واحترم صحابك وما تضاربش معاهم. دابا غتمشي معايا ونمشي نوريك بايزيلك والجروب فين انت تسكن مع الدراري. وتقعد البروش وما تضربش. وكيفاش ما نضربش؟ نضربك ونفوت ليه، ونضربك ونفوتك ليه. تطلق مني. امشي يقول المربي. كيفاش تقول المربي؟ كيفاش تقول المربي وتنوض تقعد؟ وطلق مني. ما تضربنيش. ابراهيم مالك؟ شوف عليا هاد الحقار باغي نوض لي من بلاصتي ويضربني. انت مالك مع الدري هذا؟ اب وحده هذا، ما نسيتو ما والو. شوف هذا اخر انذار عندك، المره الجايه غادي نمشي للتاديبي. سعيد هاك شي بيدير مزريه؟ لا مسالي، جات نلعب كره. سير البروش السخر قال لي كره. ما تقولش لي بروش. شنو انا طرت عليا الهضره؟ مالك؟ انا خايف منك، ما مشيتش نسخر. شو البروش ما تسخرش ليا نخليك عشك. سي طريق. العم سعيد مالك؟ شوف عليا دابا انا نسخر ليه بزز. انت عاوتاني ما باغيش تحشم. وانا ما درت ليه والو، وانت عاد الدور تلصقني انا. شوف المهدي، هذيك المره عطيتك اخر انذار، غدا غدوش في مجلس التاديبي. غنبداو دابا مجلس التاديب تاع طيف المهدي. تا ولدي المهدي دار شي بزاف ديال الاخطاء، عطاك مور وعاود ضرب شي دري حيت ما بغاش يتسخر. ودابا ولدي غادي نشوفو اش من عقوبه تستحق. سي طارق تفضل انت الاول. الطفل المهدي ملي جا هو داير المشاكل، ما تيحترمش تيضرب الدراري، وانا نبهتو اكثر من مره وعطيتو انا تنشوف خاصو يمشي للاصلاحيه. وانت ولدي نوبي اش كتقول في هاد القضيه؟ انا والاستاذ كنشوف هاد المهدي في هاد الحوله، وانا مع السي طارق باللي المهدي خصو يمشي للاصلاحيه. قولها ولدي المهدي، بغا تقول شي حاجه قولها. انا سي مولاي خطات وكنت نعترف بالخطا ديالي، نعتذر لك السي طارق حيت انا احترمتك. انت اخويا نوبي، انا دابا نعتذر لك وانا مستعد ندير اي عقوبه غير ما تسيطرش الاصلاحيه. سي المدير باغي نتكلم معاه. العام ولدي شنو بغيتي؟ علاش انا درت نفس الاخطاء اللي درنا هذا وغادي تسيطر على الاصلاحيه؟ انا كنشوف هذا ظلم. عندك الحق ولدي، خنفكروا لك في عقوبه اخرى وما تمشيش الاصلاحيه. الطفل المهدي اصبح طفلا مهذبا واستفاد من اخطائه واصبح قدوه لباقي الاطفال. الفضل يعود بالدرجة الأولى للسيد المدير الذي اعترف المهدي بأن العقوبة كانت قاسية في حقه. إعطاء فرصة ثانية للطفل هي جزء من تربيته وتمكنه على الخصوص من الوقوف على أخطائه وإصلاحها. كل طفل محتاج لمن يفهمه ويساعده على معرفة أخطائه وتجاوزها، وبخاصة الطفل الغير متواجد بين أحضان أسرتي.